معنا. طارق النوفل، شوف ما زلت أؤكد على أنه إقالة دياز في ذلك التوقيت كان توقيت خاطئ. لو كان هناك نية وكان لدى الإدارة، شوف أعطيك معلومات أنا أعرفها، كان لدى إدارة الهلال نوع من التردد في عدم الرضا أنه هل يتم ما كان حقق بطولة الدوري. لو ما سال الإقالة أتحدى أنه الهلال حقق بطولة الدوري. حقق وانتهينا، حقق بدونه. لا يمكن أنا يمكن أختلف، لكنه في النهاية هو الهلال الماضي بتحقيق بطولة الدوري حتى بدون مدرب، أنا أشوفه أقل بكثير من يدرب فريق في الممتاز، ما بالك في الهلال. لكن كان هناك عدم رضا من إدارة الهلال، كان انهزم من الأهلي. شفت المباراة اللي صارت في جدة؟ كان ممكن انهزم لو كان في مدرب. خليني أكمل فكرته، تفضل أبو محمد. في البداية خليني أتكلم معك بكل صراحة بكل وضوح بحسب معلوماتي، وأنا ما أحب أتكلم في أشياء أعرفها لأني أنا في النهاية ما عندي، لست مراسل. الهلال كان يعاني بحسب كلام الإدارة أو اللي وصلني من الإدارة أنه يعاني من تدخلات بالفعل الابن إيميليو، يعتقد اللي هو ابن دياز، ولمسوه حتى بين اللعيبة، صار الشيء هذا ملموس بين اللعيبة أنه يتدخل في عمل أبوه. إيه نعم. فالإدارة اتجهت إلى قضية تجلس مع المدرب لحسم هذا الأمر. بعد ما خسروا في الأسيوية ورجعوا للرياض، الابن وين راح؟ راح لدبي. يوم طلع لدبي المدرب قال ما أقدر أجلس معاكم الحين بسرعة، لازم نجلس لسه خسراني. فالأخير اكتشفوا أنه ينتظر حتى عودة مساعد المدرب اللي هو ابن دياز، فثبت لدى إدارة الهلال أن هذا المساعد المدرب هو من كان يتحكم بالفريق. بس أفيدك معلومة طارق، تفضل. ترى دياز ما كان يتكلم اللغة الإنجليزية، ابنه إميليانو يتحدث اللغة الإنجليزية. جميل، معناه خلينا نقول لك عشان بس نربط في الموضوع. الربط واضح جدا، بالعكس يعزز الكلام أنه هو المتحكم الآن، واللغة الإنجليزية هي اللي ساعدت على هذا التحكم. والمرفوض لدى إدارة الهلال أعتقد في مترجمين في ألف طريقة أنه يكون هو سيد الموقف أو سيد الغرفة الملابس اللي هو مدرب كمدير فني، لكن كان شخصيته أعتقد شخصية ضعيفة، مع أني ما زلت أقول لك أنه خطأ. السؤال يطرح نفسه، يعني ما أعتقد أنه في عاقل بيفكر بطريقة أو بأخرى أنه يربط أنه أحد تدخل بإقالة مدرب في هذا التوقيت. لا يمكن لا يمكن بالمنطق أن نصدق غير كذا، أن رئيس النادي يظهر في العلن ويحلف بالله ويقسم بالله، كان يقدر يقول لا ليس هناك ويسكت، ممكن، لكن يحلف بالله ويقسم بالله هذه واضحة. أنا ما أدري من يثير، هل ما زال يثير الموضوع التدخل؟ أبدا. اللي قاعد يصير الآن، اللي سمعت من الحوار، هناك بعض الأشياء أنا أعرفها في نادي الهلال غير صحيحة قاعد يقولها، واتخذ القرار اللي أنا بالنسبة لي أقول لك غلط، لكنه اتخذ القرار من قبل إدارة الهلال بعد أن رفض دياز الجلوس مع إدارة الهلال لمناقشة سبب خسارة الأسيوية. هذا السبب، حتى عودة إيميليو اللي هو الآن ظهر في الصورة، وهذا السبب وأنا مسؤول عنه. طيب.